يا سلام، شوفوا الروعة، شوفوا الجمال، الله على الجمال، شو هالروعة، شوفوا ما شاء الله ما أحلاها. هلا قديش في ناس بتحب الكسادية، كسادية بالدجاج، كسادية باللحمة، كسادية بالقريديس. اليوم رح نعمل كسادية بالبطاطا، بس شو كسادية رح تكون لذيذة جدا، كتير وصفة اقتصادية سهلة، مكوناتها متوفرة ولكن مفعولها كتير كبير وطيبة. خليكم معنا وما تنسوا لدعم القناة تشتركوا فيها أسفل الفيديو وتعملوا لايك وشير لهذا الفيديو إذا عجبكم. وخلونا نبلش. بصلة متوسطة بدي أقطعها جوانح، فيكم تفرموها ناعم، أنا لحب اليوم أقطعها جوانح، بدي إياها تبين بالوصفة. أوكي، نزيح البصل شوي على جنب، حصين ثوم، اوكي، نفقشهم بهذا الشكل، الواحد وبنقطعه بالطول ضربة، بنرجع بالعرض، اوكي. كسرول على النار، بدي اوضع بقلبها زيت زيتون، دعمها شوي، تقريبا شي 3 ملاعق طاولة أو 3 ملاعق طعام يعني كبيرة من زيت الزيتون، حمي الزيت عندي شوي، حط هذا البصل وبدي اقليه ليدبل عندي. هيدي وصفة اقتصادية، اوكي؟ دبلت عندي شوي البصلة، اخذت لون اشقر بسيط جدا ما كتير. هون بدي اضيف الثوم، اوكي؟ شيل الثوم ضيفه، وكمان بدي اقلبه معه. هلا شو عندي هون؟ عندي مثل ما عم تشوفوا بطاطا، هيدي البطاطا مشاهدينا قليتها ثلاث ارباع قلية من دون ما احمرها، ما خليتها تتحمر، بقيت عندي شوي طرية وهيدي الغاية، تطلع كتير طيبة ومثل ما عم بتشوفوا ايضا مستوية تقريبا. هلا بدي اضيفها، شفتوا كيف مقطعة كرويات صغيرة، بدي اقلبها مع البصل والثوم، يا عيني على الروعة، رح تكون مكونات بسيطة بس شي طيب. هلا هون بدي اضيف لها فلفل اسود، تقريبا ربع ملعقة شاي، كمان شوية كزبرة جافة، تقريبا نص ملعقة شاي، حر احمر خشن لحرحرها، طبعا حر حاد هيدا حسب الرغبة بزيد، طبعا بدي ملح هيدي البطاطا، ضيف لها بقدونس مفروم، وهلا بقلبها مع هيدي المكونات الرائعة. شوفوا ما احلى هالريحة، هلا طبعا مش حتشوفوا الريحة بس ولكن نحن هيك بنقولها، يعني تمرق. خفف ناري، هلا بدي اعمله، عندي هون سبانغ مغسل ومنظف، بدي فرمه، شيل هيدا السبانغ بهيدا الشكل، نفرمه بهيدا الشكل، ما كتير منعمه، اوكي، عشان بدي اياه يبين بالوصفة. شيل هيدا السبانغ، حطه فوق البطاطا، نحرك السبانغ، طبعا بس نحرك السبانغ رح ننزل من ميته، هلا هون انا حبيت اعملها اقتصادية، اللي بحب يضيف بيض، حجم بيضتين حجم وسط ممكن يضيف، اوكي، ويخلطهم حسب الرغبة، ممكن ضيف هون سجق مثلا وقليهم مع البطاطا قبل السبانخ، كمان بيمشي الحال، او لحم مفروم بيمشي الحال. هلا ممكن ضيف دجاج، اللي بحب الدجاج، بس انا بحبذ هول الشغلتين يعني يا بيض يا سجق، اوكي، بس لكن رح اتركها هيك اليوم. قبل ما اشيلها على النار، ضربة عصير ليمون بهذا الشكل على الخفيف، نحركها حركتين وبتكون جاهزة. كتير طيبة. طيب هلا بدنا نعمل ساور كريم، اكيد رح نعمله اقتصادي بدون كريم، كيف ممكن نعمله بدون كريم على طريقتي؟ شوفوا معي، عندي هون وعاء بدي اوضع بقلبه حليب سائل كامل الدسم، تقريبا ثلث كوب هون عم حط. هلا هون بدي احط له عصير ليمون، حوالي ملعقة طعام، حركة صغيرة هيك على الخفيف بس،
بنغطيها بنتركها لمدة 15 دقيقة وبنرجع بنكمل. طيب هلا رح نشيل الغطاء عنهم. رح لاحظ طبعا رح يكون عندي انفصال بهيدا الحليب هون، انا بدي احركهم شوي رح يرجعوا يجمعوا بعض ويكون اسمك عندي، يعني رح يصير اسمك عندي هيدا الحليب مثل ما عم تشوفوا اذا ملاحظين. وطبعا كل ما تركتهم وقت اطول كل ما صاروا عندي اكثف اكثر. اوكي هلا اكتفينا بهيدا القدر من الوقت. عندي هون لبنه، اكيد لبنانيه وبلدان اخرى بيعرفوا شو هي اللبنه. اللي ما بيعرف شو هي اللبنه، هي عباره عن لبن رائب او زبادي بنصفيه بنحطه بمصفيه او بنحطه بقماشه وبنتركه لتاني يوم او يومين لحتى يصفي المي، بيجمد عندي بصير بهذا الشكل طبعا بيتملح وبتصير جاهز لبنه. هلا اللي بدي اعمل انه اللبنه عم استعملها حلوه مش بلديه وطريه. اوكي هلا بدي اضيف هيدي اللبنه فوق هيدا الخليط، بضيف حسب الحاجه لاحصل على القوام اللي بدي اياه. رح نباشر بحركهم سويا، رح نرجع كمان نضيف شوي ونحرك لنحصل على القوام اللي بدنا اياه. شوفوا كيف صاروا عندي انا هيدي السماك اللي بدي اياها. حط لهم شويه ملح، كم شغله حسب الرغبه، شويه فلفل اسود، بقدونس مفروم، بصل مفروم ناعم او فينا نستعمل البصل الاخضر. نحرك هيدي الساور كريم تكون اخذت نكهه وطعمه طيب كتير. ضربه كمون حسب الرغبه، وهلا صارت عندي جاهزه. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ عندي خبز تورتيا، فيكم تلاقوا وصفه ممتازه جدا اسفل الفيديو، كلفتها بسيطه جدا بتعملوها بالبيت. هيدا خبز التورتيا مثل ما تشوفوا الكبير عم بستعمل. بحط عندي جبنه موتزاريلا، حطها بهيدا الشكل وزعها. ارجع من بعدها باشر بوضع خلطة هيدي البطاطا. الله على الفخامة. نرجع كمان موتزاريلا من هيدي الجهة، لازم تكون شوي غنية بالجبنة الكسادية. هلا انا رح اضيف هون كم سلايس جبنة تشيدر بيضة، فيكم تضيفوا تشيدر صفرا، فيكم بدون تشيدر اذا مش متوفرة عندكم، ولكن كمان بتعطيها بعد طعمه اغنى من هيك. وهيدي هي، نطوي الطبقه الثانيه عليها بهذا الشكل. شوفوا ما احلاها. عندي كسرول على النار جريل مقليه، بدي ادهنها بالزيت كميه وفيره شوي. اوكي هلا قد بكفي، طبعا لانه بدي التورتيه تحمش عندي تتحمر من برا. هلا بنحط عليها هيدي التورتيه الرائعة. طبعا هلا بنرجع بنقلبها على الجهة الثانية. يا سلام، شوفوا الروعة، شوفوا الجمال. نقطعها بالنص. الله على الجمال، شوفوا الروعة، شوفوا الجبنة، شو هالروعة، شوفوا ما شاء الله ما أحلاها. رائعة جدا هيك مع غطسة صور كريم. البطاطا مليئة بالنكهة مع الجبنة، شيء خيالي جدا. جربوها وما تنسوا الاشتراك ودعم القناة، ونشوفكم ان شاء الله بحلقة مقبلة.